خلوني اروح للدكتور علي ابو تشيش خبير الاثار المصريه وعضو الاتحاد او عضو اتحاد الاثريين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور. ازاي الصحه المشاهدين؟ ربنا يخليك يا رب. كله في التمام. ربنا يخليك يا فندم. يبقى الله على الوالد. الله يخليك. الله يحفظك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا فندم. مهم. يبقى توت عنخ امون دائما هو واحد من الالغاز المصريه المهمه جدا. لغز لانه تبقى المقبره التي لم تنهب ولم يستطع احد الاقتراب منها. ولغز تاني على انه اهم كنز موجود معروف من كنوز المصريين القدماء. ويبقى لغز الوفاة محيرا الى ان ياتي المؤتمر العالمي في اكتوبر. ولكن ازاي يقدر العلماء يصلوا الى سبب الوفاة؟ وايه اللي خلاهم ما يعرفوش يوصلوا لهذا السبب منذ اكتشاف المقبرة والمومياء من وقت هوارد كارتر في عشرينيات القرن العشرين لحد النهاردة؟ 100 سنة تقريبا ويزيد، ولا تقريبا 100 سنة. طبعا يا فندم زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان توت عنخ امون ما فيش حد في العالم ما يعرفش الفرعون الذهبي اللي المقبرة بتاعته اكتشفت في 4 سبتمبر 1922 على يد هوارد كارتر بتمويل من اللورد كارنافون. ويصادف ان السنه دي زي ما حضرتك تفضلت وقلت من شويه ان دي الذكرى المئويه لاكتشاف مقبره الملك توت عنخ امون و200 سنه على اكتشاف علم المصريات. فالدوله المصريه بقياده الدكتور خالد العناني والدكتور زاهي حواس وزير الاثار السابق والدكتور خالد العناني عاملين مؤتمر عالمي بيضم 40 عالم ليناقشوا اللي هو كنوز توت عنخ امون واسراره. اللي هيحصل بقى الجديد ان هم يعملوا دي ان ايه واكس راي على الموميا بتاعته. زي ما حضرتك كنت عارف سالت سؤال مهم جدا، ليه من زمان ما عملوش كده؟ لان الموميا كانت بحاله مش جيده، فما التضامين بيشتغل عليها بدات الموميا تبقى بحاله كويسه. فالاكس راي والدي ان ايه هيشتغلوا عليها ان شاء الله، وهتظهر النتائج في شهر 10 ان شاء الله ازاي مات توت عنخ امون. لان اكتشاف المقبره دي كل العالم بيجهز دلوقتي للاحتفال بمرور 100 سنه. الاقصر هيتم فيها احتفال عالمي، هيكون في اوبرا اسمها توت، اوبرا توت عنخ امون، دكتور زاهي حواس كاتبها، شغالين مع الجانب الايطالي دلوقتي، وان شاء الله تتعرض في الذكرى المئويه لاكتشاف المقبره دي. فده هيبقى حدث مبهر للعالم اجمع، حدث مهم، حدث ثقافي سياحي بيرجح قوه مصر الثقافيه والسياحيه على الخريطه العالميه مره ثانيه. طيب من الفرعون الذهبي او الفرعون الصغير كما يطلق عليه البعض ايضا، يعني هنا ده بيخليني اقعد اسال، هل من الوارد، وهنا احنا بنتكلم مع حضرتك كواحد من اهم الخبراء والاثريين، يعني ان احنا نجد مقابر اخرى لملوك اخرين وملكات اخريات برضه في نفس حاله الفرعون الذهبي او الفرعون الصغير، يعني نجدها غير منهوبه؟ يعني هو صعب قوي، سؤال مهم جدا يعني انا بحيي حضرتك، بس صعب قوي. يعني احنا شغالين في سقاره في بعثة الدكتور زاهي حواس، شغالين اكتشفنا يعني معبد جنزي واكتشفنا برديات. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، ان لصوص المقابر من ايام زمان كانت بتنهب القبور دي. النهب ما كانش عشان يبيعوا الحاجات دي، لا هو كان عايز ياخد المقتنيات دي ويحطها في المقبره عشان يبعث مره اخرى ويعيش في الجنه في حقول الاياره، لان التحنيط كان هو الحاجه الوحيده اللي بتحافظ على الجسد عشان الروح ترجع له مره اخرى فيبعث ويدخل حقول الجنه اللي هي حقول الاياره. فعشان احنا نكتشف مقبره كامله موجوده من الاف السنين وما اتنهبتش، موضوع صعب قوي. بس احنا دلوقتي في سقاره بندور برضه على مقبره ام حتب المهندس المعماري اللي بنى الهرم. لكن الاقصر هي وادي الملوك والعاصمه الذهبيه طيبه زي ما حضرتك عارف. مهم جدا ان احنا نلاقي، ممكن ندور نلاقي مقبره نفرتيتي، ممكن نلاقي عنخ اسن امون زوجة توت عنخ امون، هتدينا اسرار كتير. هل الملك ده اتقتل؟ هل الملك ده ايه اللي حصل بعد وفاته، بعد الحيثيين وباء الطاعون لما دخل مصر؟ هل ايه اللي حصل بعد ما الارمله اتقتلت والملك الحيثيين بعت زناينته وقتلوا حور محب على حدود مصر، وبعد كده الجيش مسك البلد عشان يحميها ويرجع لها الامان؟ كل التفاصيل دي مهمه جدا. لكن الاكتشافات الحديثه والاكتشافات اللي دلوقتي بقت بايادي مصر، ايادي مصريه خالصه طبعا، مهم جدا. احنا بنكتشف اثارنا دلوقتي يا دكتور يوسف زي ما حضرتك عارف، ما عندناش اجانب. يعني البعثات الاجنبيه، انا شفت البعثه اللي شغاله في الهرم واكتشاف مقبره وحتي، وشفت الحاجة يعني انا شفتها وتابعت الفيلم من الالف الى الياء، انا شفته 3 مرات فيلم سقاره. وفي بقى حضرتك بقى فيلم جديد برضو معمول على اكتشافات الاثريه برضو، نفس القناه دي عامله الفيلم ده،
هيتذاع قريب على كنوز سقارة على الاكتشافات الجديدة اللي احنا عملناها. الدكتور وزير والدكتور زاهي حواس عملت اكتشافات رهيبة هتبهر العالم أجمع. كل ده مهم، لكن اكتشافات زي ما حضرتك بتقول مقبرة كاملة أعتقد إنها صعبة قوي قوي قوي، لأن مقبرة توت عنخ آمون الرديم بتاع مقبرة رمسيس السادس والعمال بتشيله حطوه على مدخل المقبرة من غير ما يعرفوا، فالمقبرة اختفت لآلاف السنين لحد الطفل حسين عبد الرسول المكتشف الحقيقي للمقبرة. هو بيجيب المية للعمال، لقى السلمة الأولى وكارتر أعلن إن هو اكتشف مقبرة كاملة لم يمسها اللصوص بالختم بتاعها. والله كانوا هم اللصوص بصراحة مش كده ولا طبعا. عارف يا دكتور انا ساعات انا مش من انصار نظريات المؤامره، بس انا اصبح في عندي شكل كده من اشكال التوجه، لانه هم عندهم تعمد حقيقي الى اخفاء وطمس تراثنا واثرنا وحضارتنا المصرية القديمة بالتحديد، وان هم اكتشفوا حاجات ولم يفصحوا عنها، مش بس اتنهبت وطلعت على اوروبا وكندا ومش عارف ايه، لا يعني هم اكتشفوا حاجات اظنها متعلقة ممكن يكون بالتحنيط، ممكن يكون بسر بناء الاهرامات وما بيقولوش. هم فعلا يعني علم المصريات زي ما حضرتك عارف اتولد يعني على ايد الاجانب، على ايد الحملة الفرنسية. يعني انا من خلال حضرتك بقول ان الفضل في تعليم المصريين للدكتور زاهي حواس ان هو اللي درب الاثريين، هو اللي عمل مدارس للحفاير. بدات المصريين انا اسف ما تشيلش الشنطه للاجنبي، بقى في بعثات مصريه خالصه زي ما حضرتك رحت وشفت واحده في سقاره، وان شاء الله قريب تيجي وتصور بنفسك الحاجات الجديده اللي تبهر العالم ان شاء الله تنورنا. لكن المصريين هم دلوقتي بداوا يشتغلوا. دلوقتي لو حضرتك بتقارن بين البعثات المصريه وكل الاكتشافات اللي بتيجي لحضرتك وبتشوفها مصريه، البعثات الاجنبيه صحيح. برضه ما بقتش، لان المصري القديم هو الوحيد اللي عارف الجينات بتاعته وشغال عليها، لكن هم فعلا طمسوا حاجات كتير، ممكن يكون اخفوا حاجات كتير، لكن الاكتشافات والحفائر اللي هي شهاده هذا الاثر، لما الاثر يتولد على ايدك، المرممين المصريين شغالين ازاي، المتاحف اللي بتحوي الاثار دي كلها، كل ده من نتائج المصريين اللي هم شغالين بايدهم. فكل الاكتشافات دي مهمه جدا للتاريخ، مهمه جدا للحضاره، وان شاء الله في اكتوبر حضرتك هتشوف حاجات مذهله، 40 عالم اثار بيناقشوا توت عنخ امون، الاكس راي والدي ان ايه هيطلع ازاي توت عنخ امون مات، نفرتيتي شغالين عليها، شغالين على عنخ اتن امون، كل الحاجات دي بفريق مصري وبعثات مصريه كامله هي اللي بتطلع الشغل ده. فان شاء الله هيبقى حاجات مبهره جدا في اكتوبر، وبعد كده سبتمبر احتفالا بقى ب 100 سنه على الملك توت عنخ امون بإذن الله. أنا بشكرك جدا جدا جدا، كل الشكر للدكتور علي أبو تشيش خبير الآثار المصرية وعضو اتحاد الآثاريين. يمكن على دي كان في السريع كده، أنا فاكر كنت شفت كذا فيديو على مسألة أبحاث اتعملت بره، إزاي قدروا إن هم ياخدوا صورة أو تجسيد بالثري دي للحنجرة بتاعة بعض المومياوات، وإنه بيقدروا عن طريق ثري دي أو الصورة أو التشكيل بتاع ثري ده يقدروا يعملوا حاجة أقرب الى بسميها حنجره افتراضيه او حاجه زي كده، فيجيب لك الصوت، حلو، صوت الملك مثلا او صاحب المومياء. خد بالك بقى من اللي انا عايز افكر فيه معاكم بصوت عالي، هو لو التكنولوجيا دي احنا نعرف نعملها او معممه الاستخدام في النطاقات المتعلقه بالبحث وما الى ذلك، يعني هل من الوارد ان احنا نعمل ده عندنا هنا في المتحف المصري الكبير، فيبقى كل ملك يحكي حكايته بصوته عن طريق التكنولوجيا دي؟ دي تبقى حلوة حلوة، ده تجيب كم فلوس يا دين النبي. تخيل كده تخش مثلا قاعة توت عنخ آمون، فتسمع حدوتة توت عنخ آمون وصولا إلى كيف مات بصوته بالتكنولوجي. ما احنا أظن في كتير مننا شافوا الفيديوز دي وقروا عن الأبحاث دي وما إلى ذلك، تخيل يعني. أو غيرها بقى من المومياوات اللي موجودة وإحنا عندنا عدد لا بأس به، حدث ولا حرج، فاللي تاريخه معروف هيحكي بصوته. عظمة التكنولوجيا، مش نقعد نهبد ولا نهبد على فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك. هنا بقى ده الاستخدام السليم بتاع التكنولوجيا، مش استخدام سطحي وعبيط. على كل بفكر معاكم بصوت عالي، وبفكر يمكن حتى أتمنى أن صوتي يوصل لفخامة الرئيس
لو انه ده ينفع فندم حضرتك وجه بانه ازاي نقدر نجلب التكنولوجيا دي او ان احنا نعمل حاجة زيها عندنا ويبقى ده جزء من الاجزاء اللي تبقى معروفة عن المتحف المصري الكبير اللي باذن الله يا رب في القريب يتم افتتاحه حين الانتهاء من كل حاجة متعلقة به، فيبقى المتحف اللي المومياوات المصرية فيه بتتكلم. انتوا متخيلين؟ انا حاسس ان انا عيني بتلمع وانا بتكلم، يعني انا سامع الصوت في وداني. طيب